بالانتقال إلى التكنولوجيا، هناك الكثير من التحديات التي تواجهنا خلال استخدامنا اليومي والمتواصل للشبكة العنكبوتية، وذلك بسبب تعدد أساليب القرصنة والاختراقات المختلفة. ولكن تفاديا لهذه المخاطر والتهديدات يأتي مفهوم الأمن السبراني. لا يمكن إنكار الفوائد والمزايا الكثيرة التي يقدمها الفضاء الإلكتروني في يومنا هذا، لكن الأكيد أيضاً أنه فضاء كثيراً ما يكون محفوفاً بالتحديات وغير آمن. من أجل هذا ظهر ما يسمى بالأمن السبراني أو الأمن المعلوماتي، وهو أحد المجالات البحثية الهامة التي كانت نتيجة للتطور الإلكتروني الهائل، وذلك لما يحتويه هذا الفضاء الكبير من معلومات، منها ما يعتبر مهماً أو سرياً للعديد من المستخدمين، سواء على مستوى الحكومات أو الأجهزة والقطاعات المختلفة وحتى الأفراد. وبهدف حماية الحسابات الخاصة وتحقيق الأمن السبراني ينصح بالآتي: استخدام حصري للمواقع الموثوق بها عند تقديم المعلومات الشخصية، التحقق من عنوان URL إذا كان الموقع يتضمن HTTPS في بدايته فهذا يعني أنه موقع آمن، لا تفتح مرفقات البريد الإلكتروني أو تنقر فوق روابط الرسائل من المصادر غير المعروفة، احرص دوماً على تحديث أجهزتك، فغالباً ما تحتوي تحديثات البرامج على تصحيحات مهمة لإصلاح مشكلات الأمن، قم بعمل نسخ احتياطية من ملفاتك بانتظام لمنع هجمات الأمن على الإنترنت، ضرورة تجديد كلمة المرور الخاصة بك بشكل منتظم. ومع تنامي التهديدات الأمنية الإلكترونية تتواصل المساعي عالمياً إلى تعزيز الأمن السبراني ولخلق فضاء إلكتروني مفتوح وآمن، ويعد البقاء على اطلاع والتحلي بالحذر على الإنترنت هما خير وسيلة لحماية مجالك الإلكتروني ومعلوماتك الشخصية. نبقى مشاهدين الكرام مع الأمن السبراني، حيث تواصل وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع المركز العربي الإقليمي للأمن السبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات تلقي طلبات التسجيل للمشاركة في المسابقة المحلية صائد الثغرات 2020. ولحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا على الهواء مباشرة من وزارة المواصلات والاتصالات الأستاذة نور إبراهيم شهداد، مدير إدارة التعاون الدولي والمكلفة بمهام مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة المواصلات والاتصالات. مرحبا بك أستاذة نور عبر شاشة قناة الريان. في البداية نود تقديم نبذة لمشاهدينا عن مسابقة صائد الثغرات 2020. أولا أشكركم على المقابلة هذه. بالنسبة لمسابقة صائد الثغرات فهي مسابقة إقليمية ينظمها المركز العربي الإقليمي للأمن السبراني بالتعاون تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات، وتنقسم المراحل الخاصة بالمسابقة إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة على مستوى الدول، مرحلة محلية على مستوى الدول العربية، والمرحلة الثانية هي مرحلة المسابقة الإقليمية. طبعا كل المتأهلين من المرحلة الأولى أو راح يترشح 6 من المتأهلين من المرحلة الأولى من كل دولة على حدة إلى المسابقة الإقليمية إن شاء الله اللي راح تعقد لاحقا. نعم، طيب نتكلم شوي عن الأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها من خلال هذه المسابقة. طبعا من أهم الأهداف اللي احنا نسعى إلى تحقيقها هي استقطاب الكوادر والمواهب وتحقيق التنافسية في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى استقطاب المواهب للعمل في مجال الأمن السيبراني في الدولة، وخاصة أن هذا التخصص من التخصصات اللي تعتبر نادرة نوعا ما، فيهمنا بشكل كبير أن احنا نستكشف هذه المواهب اللي موجودة عندنا في دولة قطر ونطورها ونحسن منها طبعا، ونرجع نستفيد منها إن شاء الله في سوق العمل.
ان شاء الله. استاذه نور، ليت لو تطلعين مشاهدينا الكرام عن اخر موعد لتلقي طلبات التسجيل، وما هي مثلا الفئه العمريه المستهدفه؟ بالنسبة لآخر موعد فهو 25 أغسطس، وهو ما يسبق يوم المسابقة اللي راح تعقد إن شاء الله في تاريخ 26 أغسطس. أما بالنسبة للفئات المسابقة فهي فئتين عمريتين، الفئة الأولى هي من 17 سنة إلى 24 سنة، وهي تختص بالطلاب بشكل خاص، وأيضا لكل حد عنده خبرة في مجال الأمن السيبراني. أما بالنسبة للفئة العمرية الثانية فهي من 24 فما فوق، وهي موجهة للجمهور بشكل عام، من لديهم خبرات في مجال الأمن السيبراني، أو عندهم اهتمام في مجال الأمن السيبراني، أو عندهم اهتمام في الأمور الخاصة بالاختراق والأمور هذه. نعم، أمانة هذه المسابقة ممتازة جدا، وخاصة حتى تركيزكم على الفئات العمرية، سواء من ابتداء الشباب إلى حتى منتصف العمر، وخاصة أن هذا الوقت هو عالم السوشيال ميديا، والعالم كله متجه إلى السوشيال ميديا في جميع مواقع التواصل المختلفة، فلذلك أتوقع هذه المسابقة مهمة جدا أمانة، ونتمنى من الجميع أيضا المبادرة والمشاركة فيها، وخاصة من فئة الشباب من لديهم هذه الموهبة، خلينا نقول عنها، اللي ممكنها تخدم أمانة هذا المجال وتخدم حتى جميع منتسبي هذه المواقع. لو نتكلم شوي أيضا عن شروط آلية التسجيل في مسابقة صائد الثغرات. بالنسبة للشروط وآلية التسجيل، فالشروط طبعا مثل ما ذكرناها هي لجميع الأشخاص من بين الفئات العمرية اللي ذكرناها قبل شوي. أما بالنسبة لموضوع التسجيل، فالتسجيل ممكن يكون من خلال الرابط اللي موجود على الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات والاتصالات motc.gov.qa. أي حد ممكن أنه يدخل ويدخل على الرابط على الموقع، ومنه يدخل على الرابط ويسجل في الموقع الإلكتروني، وإن شاء الله مجرد الانتهاء من التسجيل بنجاح راح توصل رسالة تأكيد للمشارك بخصوص مشاركته في المسابقة. يعني نتكلم أستاذة عن أن هذه الشروط لا تشمل مثلا شهادة معينة أو فئة معينة مختلفة، إنما فقط أنه يكون العمر مستوفي للعمر المحدد عندكم في المسابقة، لا أكثر ولا أقل. لا، المسابقة مفتوحة للجميع من الجنسين وللمقيمين والمواطنين في دولة قطر، فأي واحد حاب أنه يشارك بالعكس نرحب فيه ونرحب في تسجيله في هذه المسابقة. نعم أستاذ نور، لو خلنا نتكلم شوي عن المسابقة، يعني ممكن الواحد يسأل ما هي أهمية هذه المسابقة، إيش ممكن راح مثلا تفيده هذه المسابقة الشخص مثلا اللي عنده خبرة في الأمن السبراني أو في مثلا في مجالات الاختراقات وغيرها، يعني خاصة أن اسم هذه المسابقة صائد الثغرات، يعني الواحد مثلا بدأ المسابقة في تاريخ مثل ما ذكرتي، يعني في تاريخ 26 أغسطس، إيش آلية المسابقة؟ يعني هل في مثلا مراحل معينة، كيف يتم مثلا التتويج التأهيل إلى آخر مسابقة؟ طبعا المسابقة مثل ما ذكرت هي تنقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى هي اللي على المستوى المحلي بالنسبة للدول، ومن خلال هذه المرحلة راح يتم اختبار جميع المتقدمين للمسابقة من كل دولة على حدة، وراح تجمع طبعا النقاط، وراح يرشح ثلاثة عن كل فئة عمرية بمجموع ستة من كل دولة ممن حصلوا على أعلى النقاط. طبعا هذه المجموعة راح تؤهل للمسابقة الإقليمية، وفي المسابقة الإقليمية راح يتم تقييمهم من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات والمركز الإقليمي العربي، وطبعا راح يتم اختيار ثلاثة أوائل من كل فئة من هذه الفئات لتكريمهم من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات. نعم، بس ممكن نفرق شوي سادة نور، يعني عن المرحلتين، المرحلة الأولى محلية والمرحلة الثانية إقليمية، يعني هل في مثلا تحديات معينة في المرحلة المحلية وتحديات مثلا معينة في المرحلة الإقليمية؟ يا ريت بس نسلط الضوء على أبرز التحديات اللي موجودة في المرحلتين. التحديات شاملة المرحلتين، والتحديات راح تركز على مجالات الأمن السيبراني بشكل عام، ونخص منها مجال القرصنة الأخلاقية بالإضافة إلى تحليل البرمجيات الخبيثة وتحليل الأدلة الرقمية، إضافة إلى حماية نظم البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طيب، نتكلم عن التخصصات وأيضا
التحديات اللي ممكن راح تركزون عليها في هذه المسابقة حتى يعني يكون هناك استعداد أكثر لمن حاب أنه يتقدم؟ طبعا المسابقة راح تكون عبارة عن مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الاختبارات اللي كل مرشح أو كل مشارك راح يشارك فيها ويحاول أنه هو يحلها ويجاوب عليها، ومن خلال هذه الأسئلة طبعا راح تبتدي الترشيحات بجمع النقاط لكل مرشح. نعم، لو نتكلم عن متى سيتم مثلا إعلان أسماء الفائزين بعد طبعا التأهيل في المرحلتين، يعني هل في مثلا معايير معينة في الفوز بهذه المسابقة خاصة في المرحلة هي المرحلة المحلية أيضا والمرحلة الإقليمية؟ بالنسبة للمرحلة الإقليمية فراح يتم تحديد الفائزين فيها 3 عن كل فئة عمرية مثل ما ذكرنا من قبل. راح تكون التقييم من قبل المركز الإقليمي العربي للأمن السيبراني، وجميع المؤهلين طبعا راح يتم إعلامهم شخصيا بخصوص فوزهم في هذه المسابقة المحلية، ومن ثم تأهيلهم للمسابقة الإقليمية. فور طبعا وصولهم للمسابقة الإقليمية راح يدخلون في هذه المسابقة ويشاركون فيها، وبعد المشاركة راح تطلع النتائج ويتم التكريم من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات والمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني. نعم استاذة، يعني خلينا نتكلم صراحة أكثر أن إحنا الآن في حاجة إلى سواء كانوا شباب أو بنات من لديهم الخبرة اللي ممكنها تنفع في هذا المجال، وخاصة مثل ما ذكرنا من شوي أن هذا هو عصر التكنولوجيا، هذا هو عصر مواقع التواصل الاجتماعي، والناس كلها متوجهة إلى هذا المجال، فلذلك إحنا في حاجة إلى مثل هؤلاء اللي يفقهون أكثر في هذا المجال وخاصة في مجال الثغرات وغيره. نتكلم عن هذول اللي راح يفوزون بإذن الله تعالى، فهم راح يكونون بإذن الله من المبدعين ومن فئة الأفضل، خلنا نتكلم يعني دمهم فازوا في هذه المسابقة، هل بإذن الله راح يكون لهم مثلا فرص عمل، فرص تطوير، فرص لمثلا ضمهم إلى جهة معينة؟ هل راح يكون هذا المجال موجود لديهم أم فقط مسابقة ومن ثم من حاب أنه يستقطب أو من حاب أنه يتعاقد معهم بالخارج فهذا شيء يعني مفتوح لهم؟ طبعا مثل هذه المسابقات دائما تفتح المجال للدول لاكتشاف المواهب اللي يمكن ما تكون ظاهرة للجميع، وتكون فرصة للدول والجهات المختلفة في كل دولة على استقطاب مثل هذه الكفاءات ومثل هذه المواهب لتطوير المجالات، وهذه طبعا من بين الأفكار اللي احنا حاطينها طبعا بالنسبة لنا في بالنا، ان جميع الأشخاص اللي تأهلوا واللي شفنا منهم تميز في خلال هذه المسابقة راح يتم على الأغلب استقطابهم وتطوير مهاراتهم، والحرص على أن احنا نستفيد من جميع هذه المهارات والخبرات اللي موجودة عليهم في تطوير مجال الأمن السيبراني في الدولة بحيث أن احنا نوصل إلى الريادة في هذا المجال. نعم أستاذ نور، يعني كيف ممكن نحتوي هؤلاء الخبرات يعني خاصة في المرحلة المحلية؟ أنا قبل ما انتقل للمستوى الإقليمي أو مستوى الدول العربية، يعني أبرز الجوائز اللي راح يحصلونها مثلا في النهاية اللي فاز مثلا في هذه المسابقة إيش راح يحصل عليه؟ طبعا الفائزين راح يتم تكريمهم من قبل وزارة المواصلات والاتصالات، راح يتم تكريم 3 الأوائل من كل فئة من قبل سعادة وزير المواصلات والاتصالات مثل ما جرى في النسخة السابقة من المسابقة، وراح يتم طبعا استقطابهم مثل ما صار مع يعني جربنا سواء احنا او الجهات المختلفة اللي موجودة في الدولة واللي مهتمة في مجال الامن السيبراني، عملنا كلنا على استقطاب هذه المواهب وبتوظيفها والاستفادة من خبراتها في هذا المجال. نعم ننتقل بالمستوى الدول العربية او مستوى الاقليمي، هل التكريم طبعا راح يكون نفس الشيء؟ هل جوائز مختلفة مثلا عن المرحلة الاولى او المرحلة المحلية؟ في المستوى الإقليمي راح يتم اختيار 3 عن كل فئة عمرية، 3 الأوائل طبعا من خلال تقييم المسابقة راح يتم اختيار 3 الأوائل عن كل فئة عمرية، وراح يتم مثل ما قلت تقديرهم وتكريمهم من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات والمكتب الإقليمي للأمن السيبراني. لو نتكلم أستاذة نور، المسابقة هل تعقد مثلا في وزارة المواصلات والاتصالات ولا راح تعقد مثلا عن بعد؟ كيف آلية المسابقة؟ وين راح تعقد؟
راح تعقد في وزارة المواصلات والاتصالات، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار موضوع الإجراءات الاحترازية اللي قاعدين نمر فيها في الوقت الحالي، وراح تكون طبعا باستخدام الأجهزة الكمبيوتر جميعها على راح تكون أونلاين. جميع المتسابقين راح يدخلون على المسابقة في نفس الوقت وراح ينتهون منها في نفس الوقت، وراح نحرص أن الجميع يكونون ملتزمين بالوقت اللي محدد للمسابقة. ممتاز. طيب نبي كلمة أخيرة من تدعم فيها الراغبين للمشاركة في المسابقة، وأيضا تذكير في طريقة المشاركة أو الموقع. طبعا احنا بالنسبة لنا ندعو ونشجع جميع الموجودين على دولة قطر من مواطنين ومقيمين من الجنسين على المشاركة في هذه المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات والاتصالات motc.gov.qa، ونشجعهم طبعا على المشاركة لأن هذه فيها تحسين القدراتهم، تعرف على إمكانياتهم، تعزيز القدرات التنافسية بالنسبة لهم، بالإضافة إلى أنها فرصة لاستكشاف هذه المواهب اللي نقدر نقول أنها مدفونة في الوقت الحالي، واستقطابها طبعا من قبل الجهات المختلفة في الدولة. نعم، الأستاذ نور إبراهيم شهداد مدير إدارة التعاون الدولي والمكلف بمهام مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا لك ولتواجدك معنا ويعطيكم العافية، ونسأل الله التوفيق لكم في هذه المسابقة. شكرا لك. شكرا أستاذ نور. إذا مشاهدينا الكرام ومستمعينا، هذه فرصة يعني خاصة لمن يستهوي الأمن السبراني ومن لديه طبعا خبرة سواء هاوي أو محترف، أنه ممكن يسجل مثلا عن طريق موقع وزارة المواصلات والاتصالات حتى تاريخ 25 أغسطس الجاري. المسابقة إن شاء الله راح تبدأ 26، وأيضا مثل ما ذكرت الأستاذة نور هناك مرحلتين، مرحلة المحلية وأيضا مرحلة الإقليمية، فكل من يستهوي ممكن يستفاد منه بعد فوزه سواء في المسابقات أو غيرها، حتى ممكن تسقل هذه المهارات ووصل بعد لدرجات عالية. حتى بإذن الله راح يكون في هناك فرص عمل سواء كان مواطنين ومقيمين، لو العديد من الشركات محتاجة مثل هذه الطاقات، نسأل الله تعالى التوفيق لكم وأن تسخروا طاقاتكم بما ينفع البلاد والعباد بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتابع بعده ما تبقى من برنامج، راح يخلكم معنا.